اللهم اجعل لنا في هذه الليلة راحة من كل عناء، وارزقنا دواء لهذا البلاء بحق قول نبيك صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. اللهم في هذه الليلة المباركة تطلع فيها على عبادك، وهذا حالنا لا يخفى عليك. أتعبنا البلاء، وانتشر فينا الوباء، وانقطع الرجاء إلا منك يا قادر. اللهم بشرنا بفرحة زوال هذا الوباء من عندك، وارزق مرضانا الشفاء، ولا تفجعنا في حبيب أو قريب. اللهم لا تجعل لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مهموما إلا وفرجت همه، يا رب العالمين.